الشيخ. طب أبونا هو بيغطي المسبح فوق الشماس، مين الاثنين اللي غطوا المسبح مع بعض؟ مين الاثنين اللي دفن المسيح؟ يوسف الرامي ومين؟ ونيقوديموس. يبقى أبونا في اللحظة دي يمثل مين؟ يوسف الرامي، والشماس يمثل نيقوديموس. طبعا هنا أنا حاطط بقول إن الأخبار دايما عن يمين المسيح. ملخص إن المسبح في الحالة دي هيمثل السماء، أورشليم، بتلحم بالنسبة للهيكل، جبل الجولجوتا والقبر. طب والكاهن الثالوث في الأزل، ملشي صادق، أبونا إبراهيم، هارون، يوحنا المعمدان، مريم العذراء، سمعان القيرواني، سمعان الشيخ، يوسف ونيقوديموس والمسيح الشريف. طبعا نسيت أقول لكم إن هو في الأول أبونا هو بيختار، طالما حاطين خمس ذبائح العهد القديم، هارون، مش كده؟ بس هي مكتوبة. بتيجي بعد كده يا شباب، انا هنا دي الحته اللي انا شرحتها لكم من شويه، انه دايما لازم يبقى المسيح راسه ناحيه الكاهن، بحيث لو القربان واقف على المسبح يبقى المسيح هو اللي ايه؟ حد يفتكر لنا ايه طيب اتقالت عن المسيح؟ حاجه اسمها ايه ميسيانيه. المسيح يقول ان هو في وسط الجماعه، في وسط الجماعه ايه؟ اسبحك، يقول الان اخبر باسمك اخوتي، وفي وسط الجماعة ايه؟ أسبح. ايه ده؟ المسيح واقف يسبح معانا، يعني ايه؟ شفيعنا، تمام؟ طيب. الجزء الثالث، احنا قلنا الأولاني الاستعداد، الثاني تقديم الحمل، الثالث حاجة اسمها قداس الكلمة. قداس الكلمة ده مهم جدا، أنا هحاول أجري بسرعة معلش، أنا حاسس إن أنتوا طولت يعني، بس طيب. قداس الكلمة ده الكنيسه، ملخص الموضوع كله ان الكنيسه في القداس عايزه تغذي البشر. طب البشر بيتغذوا بالاكل، ده يغذي الجسد. طيب وعايزين نغذي الروح، الصلوات والتسبيح والالحان تغذي الروح. طب عايزين نغذي هنا الكلمه. عشان كده في قداس الكلمه ده قالوا لنا ابانا كان الكنيسه بتقدم وجبه ذهنية، طبعا وفيها روح وفيها كل شيء، بس وجبة ذهنية روحية، كأن بالظبط بتقدم لنا حاجة اسمها ايه؟ خمس خبزات وايه؟ وسمكتين. ايه هما الرعايات اللي بنقراهم في الكنيسة؟ عندنا ايه؟ بولس، كاثوليكون، ابراكسيس، سنكسار، انجيل، دول الخمسة المين. وعندنا في مزمور قبل الانجيل، ادي سمكة، عندنا في ايه؟ وعظة، ادي السمكة التانية. ينفع نعمل الوعظة في وقت تاني غير بعد الانجيل على طول؟ لا طبعا، لان دي تقصير ده مكانها. ممكن نعمل اجتماعات ونعمل كل حاجة، بس الوعظة بتاعت القداس مكانها فين؟ ورا الانجيل على طول، زي ما هنشوف. طب تعالوا ناخدهم حتة حتة. بسرعة، ادي الكنيسة. لو تاخدوا بالكم ابونا وقت البولس ما بيتقرا، ابونا بيلف حوالين المسبح، بعدين يطلع يلف حوالين الكنيسه. احنا هنقرا البولس دلوقتي. دي انا شرحتها لكم برضه. بولس الرسول عمل كام رحله في العالم؟ ثلاثه. منهم اثنين لف العالم كله، والثالثه يا دوبك كانت حته كاس. مش كده؟ طيب، لما ابونا يطلع وقت البولس، انا قلت لكم ان الكنيسه دي ايه؟ تمثل العالم. جوه هنا ده اورشليم. طيب سؤال صغير، بولس ده الرسول لليهود ولا الامم؟ يبقى ابونا وقت بولس اول ما هيطلع هيجي شمال ولا يمين؟ شمال. سوري، شمال ولا يمين؟ شمال. رايح فين؟ رايح ليه؟ اصل بولس ده بتاع مين؟ بتاع الامم. ابونا هنتكلم دلوقتي على الدوره اللي حوالين المسبح، بس هركز في الاول على دي وبعدين على دي. ابونا طلع هنا وقف في الحته دي وابتدى يروح للامم زي بولس الرسول، ولف ولف ولف. الدوره هنا قفلت ولا ما اتقفلتش؟ بس اقصد هو وقف هنا وماشي كده 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 ورجع هنا. الدوره دي ايه؟ بقت كده كام دوره حوالين عالم؟ بعدين راح يكون ماشي كده ورايح كده وجاي كده وراجع تاني هنا. بقت دي الدوره ايه؟ طب بولس الرسول عمل كام واحده مقفولين؟ اثنين. طب وايه؟ واحده كام؟ يروح ابونا داخل المسبح تاني
واخد له دوره وطالع مبخر المنكريه وداخل المسبح. كده كنا عمل دورات مين؟ بولس الرسول. طب وبعدين؟ ما ممكن يكون يمسك الميكروفون وقت بولس يا جماعه ايه؟ خدوا بالكم احنا هنا بولس دلوقتي، ما تنسوش ان بولس عدى العالم كله ثلاث مرات قالوا نكتبها. افتكروا يا جماعه ان بولس لف العالم. احنا ليه بنعملها؟ احنا قلنا بقى ان احنا بفعل الروح القدس احنا مش بنمثل ولا بنعيد، ده احنا ايه بقى؟ بنعيش الحدث. يا بختك يا بولس الرسول لفيت العالم تكرز للامم. يا بخت اللي سمعه بولس. يوحنا زهلوين فهم مره قالوا له كده، نفسك لو تبطلك واحد من الزمان يرجع يعيش معاك ويكلمك تختار مين؟ قال لهم اولا المسيح، او تقول ثانيا بولس الرسول. كان يعشق بولس الرسول، يحكي كتير قوي ان هو لما كان يقعد يكتب تاملات كان بولس الرسول بيظهر ويحكي معاه. لدرجه مره حد كان جاي لقبله مهم قوي، فالتلميذ بتاعه فتح الباب سلم كده عشان خاطر يندهه، فلاقي قاعد ومعاه واحد قاعد يمليه وهو يكتب. فين بعد ثلاث اربع ساعات؟ هو الراجل اتاخر، في حد كان عنده ميعاد وما جاش. فطلع بيسال تلميذه بيقول له انت ما جيتليش ليه لما فلان جه؟ قال له ما انا كل ما اجي الاقي في واحد دي مليه وانت قاعد ايه؟ تكتب. قال له واحد ما كانش معاه حد. قال له لا انا كل ما ادخل عيد حد. قال له بس انا كنت بفسر روميه وبعدين كان فيها مشكله. فهو بولس الرسول كان يعشق الناس درجه، معلش انا عارف ان ده مش صايد، بس كان لما يقف يبرز يتكلم عن بولس الرسول او يقف يبرز وبعدين تيجي في النص حاجه عن بولس الرسول يروح قافل كل الكلام اللي بيتكلم فيه ويروح داخل في بولس الرسول. مره بعد ما هيتكلم ساعتين عن بولس الرسول فبص للسماء كده قال له انت اكلت عقلي، لقد سبيت فكري يا بولس. بيموت فيه. طيب ما يا بخت الناس اللي كانت عايشه مع بولس الرسول. اقول لك لا، طب ما هو ابونا دلوقتي بيعيشنا اللحظات اللي ايه؟ اللي بولس كان بيخدم فيها. خصوصا ان دلوقتي كلام مين بقى بيتقرب؟ بولس انت عايش الحبس. طيب اعمل انا معاها ايه؟ اولا افتكر ان بولس ده رجليه دايما في الخدمه. فكلنا اسعى نخدم. اذا كان من ضمن يعني ما عمل بولس انه كان دايما يقول اسعى كسفير. اطلب كان الله يعذبني. نطلب ايه؟ تصالح. حتى لو انا مش قادر اصالح الناس مع بعض ارفع قلبي واصلي. الكنيسه علمتنا بقى ان في اللحظه دي انا كشعب بصلي من اجل السلامه ومن اجل الصلح ومن اجل، بس برضو انا كانسان ما هو انا عندي خطايا ونفسي اتقدس عشان اقدر اتنامر. بقابل اب اعترافي مره كل شهر. طب افرض في النص في حاجات حصلت وفي حاجات بتحصل كلنا كده. دي اللحظه اللي ابونا بيلف في الكنيسه اعترف بخطيئتي لغايه ما اقابل ابونا مره ثانيه. لان ابونا بيلم طلباتي وخطاياي وياخدها فين؟ في الشوريه معاه ويرجع بيها على المسبح يحط يد بخور تانية ويقول يا الله الذي قبل لي اعتراف باسم اقبل اليه اعتراف شك. يبقى دوره البولس الجزء اللي بره ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ طبعا في الكنيسه نوع من انواع البروتوكول والمحبه والصلح بين الكهنه وبعض. تيجي في الحته دي وتقول للكاهن لازم تدي يد بخور لاخوك الكاهن اللي معاك وتقول له اسالك يا ابي اطلب من ربنا ان يغفر خطايا، والكاهن يقول له ايه؟ الله يقبل ذبيحتك ويديك كهنوتك. ويقعدوا يعملوا الحركه اللي بيعملوها بايديهم دي. مره كان حد بيسال فيقول لك الكهنه بتوعنا ما بيحبوش بعض. فقالوا لي قالوا له ده كله قداس. يروح الكاهن يعمل كده لابونا يقول له هخبرك بالشريه. فالتاني يروح مخبط له على جنب انت هتخبطني هخبط لك. مش كده؟ لا هو مش قصدهم كده، هي شيء من الاحترام وطلب الصبر. والمسقف طبعا بنديله ثلاث يدات بخور نقول له الرب يحفظ حياتك. بس كانت صلوات كده بتتعمل ممكن نبقى نتكلم معاها. طيب نيجي طب في وقت الدوره اللي جوه المسبح. احنا كده اتكلمتهم على الرب.
قبل ما يكون يطلع بره هو بيلف حوالين المسبح. انا عاملها لكم هنا بالانيميشن، فبالراحه كده ابونا هنا واقف بالشوريه، والشوريه ابونا بيلف كده وكده 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 وكده. دي اسمها دوره كامله جوه المسبح. هنا اول واحده ابونا بيقول له اذكر سلام الكنيسه، بعدين يلف اذكر سلامه البطرك والاسقف، يرجع تاني اذكر اجتماعاتنا، بعدين يروح رايح تاني بيقول صلاتي طهاره بالبركه، قم ايها الرب الاله شعبك يكون بالبركه، بعدين يطلع. فدي دوره. في دوره البولس في الاول قبل ما يقول يطلع بره خالص بيعمل ثلاثه من دول. انا طبعا عشان ما اقفش كتير عملنا الثلاثه تمام؟ بعدين يروح طالع. الكاهن هنا بيمثل بولس الرسول، الاباء الرسل، المسيح المعلم، اورشليم هي ايه؟ هي مثلا. طيب بولس الرسول لما نجا في العالم يقول لما ربنا اختارني ما استشرتش حد من الاباء، خرجت وبشرت بس بعد شويه رجعت لهم وقلت لهم. فبولس رجع تاني لفين؟ لاورشليم. وبعدين طلع بره، ولما طلع بره استشهد في روما تمام؟ فتروح الكنيسه قايله لابونا وانت بتعمل بوسكو ارجع ايه؟ مره خد الدوره كمان حوالين المسبح. دي الدورات هنا في المسبح انا حاطط كل الصلوات اللي بتتقال بس بنقولها سر وابونا هنا خلاص هيطلع بره. ادي طيب ابونا هو بيعمل الدورات بتاعت المسبح دي بيجي عايز يقول لنا ان كراسه بولس كانت اصلا مركزه على صليب المسيح. فتروح الكنيسه قايله له اعمل لنا تربيعه خشوعيه وانت بتعمل دوره بولس. سؤال صغير، يعملها فين ابونا؟ يعملها خارج المحله ولا يعملها قدام؟ الاثنين ينفعوا. في قضية انا شخصيا وانا في ايطاليا سلموني ان انا اعملها هنا، قالوا لي عشان انتم الذين امام عينكم صليب المسيح. ما جيت هنا لقيت ابونا خلاص بيعملها ورا، قلت عشان ما نلخبطش الناس، مش معنى ابونا ده مش فاهم وابونا ده مش حافظ، لا احنا نعمل ونوحد الصلوات، فبقيت اعملها ورا. لكن هي ايه؟ تنفع الاثنين. لما يرجع ابونا بقى تاني ويقول له اذكر يا رب يا الله الذي قبل محرقه الذي قبل اعتراف الاستقبال اعتراف شعبك، يلف دوره تاني حوالين المسبح. بقوا كام واحده حوالين المسبح كده؟ اربعه. المسبح هو اورشليم مش كده؟ طيب نيجي بعد كده بنقرا حاجه اسمها الكاثوليكون. الكاثوليكون ده رسائل مين؟ الجامعه، بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا مش كده؟ طيب ابائنا الرسل في الكاثوليكون المسبح هو اورشليم، المسيح قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسونا قوه من فين؟ فالاباء الرسل لحد ما الروح القدس حل عليهم كانوا قاعدين فين؟ فالكنيسه تقول لابونا وقت الكاثوليكون بالذات انت تفضل قاعد فين يا ابونا؟ جوه. ليه؟ اديك بتفرج الناس وبتفكرهم بان ابائنا الرسل ما طلعوش بره اورشليم قبل ما ياخدوا قوه اتفاعل معاها ازاي؟ انا النهارده في اورشليم، كنيسه هي كلها اورشليم. ما امشيش على ان اخد قوه من ربنا. ما اطلعش اخدم، الله انا مليان. اقف اقول لربنا زي يعقوب كده، لن ايه بقى؟ ما انا عايز اخدم ازاي وانا مش مليان قوه. وبرده الدرس اللي بيتعلمه الكاهن في اللحظه دي انه الفاضي ما يعرفش يبقى. لازم الكاهن يبقى له لحظات هو كمان بيختلف فيها. ممكن لو يقدر يعني يقفل التليفون ويصلي يقرا يحضر يعمل، والا يبقى ايه؟ على حس يعني قفل التليفون دي اول ما اترسمت كان قلت انا هخليه كده ايام هقفل فيها التليفون. وبعدين انا بحب اقول مش كده. فرحت نتفرج على فيلم بتاع ابو مش كده شفته 50 مره قبل كده. بس اول ما اترسمت كاهن لقيت قصه ابونا مره كان قافل التليفون وبعدين الناس اشتكوا جه الراجل يصلح التليفون فقال له لما انت كاهن وبتخدم الناس قافل التليفون ليه؟ بطلت قافل التليفون. بس الحته بتاعت الكاثوليكون دي الكنيسه عايزه تقول الكاهن ايه؟ ممكن ما تقفلش التليفون بس ما تقفلش مش كده برضه؟ طيب نيجي بعد كده ندخل على حاجه اسمها الابراكسيس. الابراكسيس ده هو اعمال ابائنا ايه؟ الرسل. ابائنا الرسل
لما ربنا بيعمل دوره ابراكسيس بيروح عامل ثلاثه كمان. ثلاثه كمان بنلاقي انهم شويه من هم دول. عندنا اربعه في الاول ودلوقتي ثلاثه بقى هنا كام؟ سبعه. ايه اللي داروا سبع لفات في الكتاب المقدس؟ اريحا، مش كده؟ فالكنيسه تقول لنا انه في حاجه اسمها مارشن سبع مرات حوالين المذبح، بس مش عشان اسوار المذبح، لكن عشان اسوار كل شيء ايه؟ تقع. اللي حاسس ان في اسوار ويحضر القداس وقت ما هو بيلف حوالين المذبح روحيا، هو كمان يطوف حوالين المذبح في الصلاه ويصرخ لربنا عشان اسوار ايه؟ تقع. الكاهن بيلف حوالين المذبح عشان اسوار كتير تقع، بس اهم سور فيهم هو السور اللي بيحجب الفهم الروحي من ذهن الناس، لانه بعد كده هيوعس. فنفسه الناس تبقى ايه؟ مفيش حواجز، عايز افهم اتكلم كلمه ربنا، ما يبقاش فيه حواجز، الكلمه توصل للقلب فرق يعني. طب احنا كمان نصلي زي ما بولس كان بيصلي عشان ربنا يدي كلمه، ويدي قوه في الكلمه، الكلمه تلاقي مكان. صلوا عشان كل الاسوار اللي بره مش بس جوه الكنيسه تقع. طيب سؤال صغير، أبدا الرسل لما راح يبرزوا في العالم راحوا للأمم ولا المسيح قال لهم إلى طريق الأمم لا تمضوا ولكن اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضال؟ يبقى أبدا الرسل أو أقول بقى لما يطلع يؤخر وقت البراكسيس هيروح شمال ولا يروح يمين؟ يروح يمين. ليه؟ عشان يقول لنا اهتموا بأورشليم وإيه؟ واليهودية وسائر الأرض، بس الاول مين؟ خراف الارض في الاول. كنت بدردش مع حد من كام يوم فقال لي الشجره محتاجه ان احنا نهتم باللي جواها وبعدين نشوف بقى اللي يقع منها بره. كلام صح، محتاجين نهتم باللي جوه واللي جوه بس بره دلوقتي، وبعدين ندور على ايه؟ على خراف الضاله اللي بعد كده. طيب ابقى الرسل بعد ما كرزوا في العالم رجعوا ماتوا جوه اورشليم ولا كلهم ماتوا بره اورشليم؟ فالكنيسه تقول لك انت راجع بما تقف على خلف المسبح ما تمدش رجلك جوه، بس تدي شويه للشماس ايه؟ ياخدها منك وهو فين؟ هو جوه. وبعدين طبعا يجي بعد كده السمكسار، والسمكسار ده هو امتداد لاعمال الرسل اللي بعد كده المفروض انا وحضراتكم نتكلم في السمكسار ده. أعمال الرسل خلصت بس ما انتهتش، ما زالت مستمرة فين؟ في السمكسار. أعمل إيه لما ألاقي قصة بتاعة قديس بتتقرب؟ انظروا إلى نهاية إيمانهم وتمثلهم. أعمل إيه لما ألاقي قصة بتتقرب وبعدين كانت نهايتها وحشة؟ أحذر. أعمل إيه لما ألاقي ناس زي ماكسيموس وجنيوس سابوا العالم وباعوا الدنيا؟ وأعمل إيه وأعمل إيه وأعمل إيه؟ أعرف إن كل القصص اللي بتتقال علينا دي مش قصص، دي حياة المفروض نعيشها. هو ده الإنجيل المعاش، عشان لما أقرأ الإنجيل بعد كده وأسمعه وأسمع الوعظة هيطلع لي الآية بتاعتي أنا النهارده. ما أسمع قصة لامبادوريوس اذهب بيع كل مالك وبعدين ألاقيه عمل كده. طب ما بعديها لما أسمع آية بقى بتتقال في ليا آية أكيد. أسمع الأنبا أبراهام يدي الفقراء، في ليا آية، قديسة ديانا، في ليا آية، كل حاجة بسمعها في السمسار تيجي بعد كده كتطبيق عملي. بعدين يجي دورة الإنجيل. طبعًا دي أريحة والمارش حوالين أريحة. تيجي دورة الإنجيل أبونا واقف ماسك الشريط بيصلي بيحط إيد واحدة الخور، وبعدين وهو بيصلي طول ما ابونا بيعمل اي دوره حوالين المسبح حوالين الكنيسه حوالين العالم في اي حاجه وهو ماسك الشريط، الكنيسه تقول له يا ابونا لو سمحت امسك الصليب في ايديك. ليه؟ اصل الصليب ده هو اللي يخلي البخور بدل ما هو عباده الاوثان، لا دي عباده عقليه مقدمه على الله. اما الاوثان كانوا بيقدموا بخور، لكن احنا بخورنا بنقدم كرائحه يسوع المسيح الايه؟ اشتموا ابوه السماوي وقت المساء انت الجلوس، هو ده الرائحه الزكيه. ف
فنقول ان البخور ده اللي طالع ده بخور ايه؟ مختوم بخدم الصليب. بس تيجي عند عشية الانجيل تقول لك لو انت بتصلي عشية الانجيل حضرتك يا بتصلينا هتصلي وانت ماسك الشوكه بس مش ماسك الصليب. والشماس هو اللي هيمسك الصليب بس هيبقى واقف وراك شويه. ماسك الصليب والبشاره. ليه؟ اصل ابونا في الحته دي يقول انبياء كثيرين اشتهوا ان يروا ولم ايه؟ فابونا هنا مش المفروض ان هو لا يكون شايف الصليب ولا البشاره. ليه؟ ده لسه بيحكي بيقول ان قبل المسيح ما يجي انبياء وجنود كثيرين اشتهوا ان يروا ولم يروا. طوبى لجاوبكم عشان انتوا شايفين. سؤالي الاولاني ابونا هنا يمثل مين؟ كل انبياء العهد القديم. عشان كده الكنيسه تقول له الصليب هيبقى وراك انت مش شايف. وبعدين اول ما يدخل ياخد الصليب من ياخد البشاره من الشماس ويلف تاني حوالين المذبح الان يا سيدي اطلق عقلك. نور استعلان للامم. ايه بقى هو النور؟ ربنا يسوع المسيح يستعمل للامم ازاي؟ من خلال الانجيل ومن خلال ايه؟ الوعظ. يستعلن يكشف. طيب بعد كده يطلع ابونا طبعا وقت الانجيل ما بيتقرا ابونا ماسك الشوريه بيصلي صلاه كبيره قوي. بعدين يقف على المذبح يصلي صلاه الحجاب قبل ما يدخل. بعدين يصلي اواشي جوه ويخلص قرايه الانجيل وبعدين تبتدي حاجه اسمها الوعظ. وقت الانجيل ما بيتقرا بيبقى في شماس بيقرا وفي شماسين واقفين كل واحد فيهم ماسك شمعه حوالين ايه؟ حوالين الانجيل. دول يفكرونا بايه؟ فكرونا زمان ان الانجيل ده سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. ان الانجيل شمعه منهم هتنور لي طريق الفطيره وشمعه هتشاور لي على ايه؟ على الخطيه. او الانجيل ده الله بيتكلم فانا اسمعه. مش كده وقفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل. المسيح هو اللي بيتكلم. فزي ما كان في العهد القديم حوالين التابوت في حاجه اسمها الاثنين كروب عاملين جناحاتهم كده وبينهم يحل مجد الله. حتى كانوا يسموا الحته اللي بين التابوت الكروبين دول يسموها الشاكيناه. ايه الشاكيناه دي؟ شاكيناه او السكن يعني موضع حلول الله. ليه في الحته دي؟ اصل ده الكلام او الموضع اللي كان الله يكلم منه مين؟ موسى. بيحل مجد الله بين الشقتين دول. طب واحنا بنسمع الانجيل مش فارقه بقى مين شماس بيقرا صوته حلو ولا لا؟ ابونا لو اسقف موجود بيقول لي يا ريت انت اللي تقرا الانجيل. لو البطرك هو اللي يقرا الانجيل ويقلع التاج ده المسيح هو اللي ايه؟ في اخر الكلمه ايه؟ كلمه المسيح ايه؟ بعدها يجي على طول ايه؟ وقت الوعظه. طبعا قلت لكم الوعظه برضو مش ابونا اللي بيوعظ. المفروض ان الوعظه ديت لو ابونا محضر ومصلي وطول الوقت بيطلب من ربنا ان ربنا هو اللي يتكلم وطول الوقت الناس بتصلي زي ما كانت تعمل بولس الرسول ان الله يتكلم ما بيبقاش كلام ابونا لكن بتبقى كلمه ربنا. مكان الوعظه هو هنا. وقت الوعظه هو ده. انا اتعلمت قالوا لي كده ان وقت وعظه الاجتماع المفروض الكاهن عنده هدف واحد. هدفه الاساسي انه يلهب قلوب الناس انها تتناول من جسد المسيح وايه؟ ودمه. يعني برضه انا قصه حكيتها في اجتماع الاسره بس احكيها تاني. زمان كان ابونا كتر خيره وانا بخدم معاه كنت شايف كان بيخليني اوعظ. فجيت في مره كده وطلب مني ان انا ايه؟ احضر وعظه وكان اليوم دوت نياحه يشوع تلميذ موسى النبي. فانا وكان في الصبح صبح بقى ناقصه. فانا انا بصلي لربنا يعني ايه؟ ما بحبش اي كلام. ان ربنا بعت لي فكره جديده. بعدين جيت بالليل كده وقعدت اربط بين يشوع وبين تلاميذ المسيح. كلمت يعني زي يشوع ده زي ما هو تلميذ موسى فالتلميذ ده صيام الرسل ونياحي يشوع. فرحت رابط بينهم هما الاثنين وده بنى مدن الملجا ودول عملوا ما اعرفش ايه. وبعدين وانا في بعض سرحت خدت 50 دقيقة. واحدة اتكلم 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 اتكلم. والبعض يعني انا حسيت انها كانت حلوة. أول مرة أسمع النقطة دي. فيا دوبك دخلت المذبح وأقول ده كان أمر اعترافي. فقال لي أنت إيه اللي عملته ده؟ قلت له إيه يا
تكون عجبتك الوعظة؟ قال لي كانت جميلة بس مش مكانها في القداس. دي وعظة الاجتماع. وعظة القداس يا ابني هدفها الأساسي تلهب قلوب الناس إنها تدخل إيه؟ تتنام. وراح نديك درس إن وعظة القداس لا ينفع فيها حوار ولا ينفع فيها أسئلة ولا ينفع إنها تبقى محاضرة ولا ينفع. قال لي تلهب قلوب الناس تدخل تعمل إيه؟ تتنام. من اللحظة ديت أجتهد إن وعظة القداس دايما ما تاخدش الشكل اللي هو شكل الاجتماعات. مرة كان في شماس كده حلو قاعد وجات في ذهنه والإنجيل بيتقرا جاء في ذهنه تأمل ما سمعوش قبل كده. وبعدين قعد يصلي يقول يا رب التأمل ده عجبني أوي. أنا يا رب مش عارف يعني هوصله لربنا إزاي. فطول ما هو قاعد يصلي إن ربنا يخلي أبونا يقول بس يعني لو من بعيد عن التأمل ده. فبيقول لي إيه أبونا هو بيوعظ راح قايل الكلام كانه بيقرا حرف حرف جوه دماغي. ايه ده؟ اقول لك روح انا روح كده. زي ما بولس كان يقول صلوني ان ربنا يديني كلمه عند انفتاح الفم. انا شغلتي وانا قاعد اسمع الوعظه سواء كنت كاهن شماس من الشعب شغلتي ان انا اصلي ان الكلمه توصل وان الكلمه يبقى ليها قوه. مش هنا بس في بعض الحتت التانيه ممكن الواحد يقعد يشوف ابونا هيقول ايه النهارده. طب ابونا في رساله عايز يوصلها. او ابونا بيتكلم على حد تاني. طب ابونا قال الكلمه دي عليا. ابونا قال الكلمه دي على غيري. يا ريت لو فلان اللي قاعد النهارده يسمع الكلمه دي تفيده. اخ فلان اللي ما جاش ده فاتته الوعظه. كل دي بيهيفير مش مظبوط. وقت الوعظه ارفع قلبي ان الكلمه توصل واول واحد توصل له هو قلبي. مره قلت كلمه قلت الكلمه اللي توجع هي الكلمه اللي ربنا عايزني اتاثر بيها النهارده. يمكن حد توجعه كلمه معينه ربنا عايزه توجع عنها. يمكن حد تاني تفرحه جدا ربنا عايز يوصل له رساله الفرح. ابونا مش المفروض ان هو لا بيتكلم على حد ولا بيقول حاجه لحد ولا بي لكن هي العمليه ايه؟ انه عمل الله كلمه الله وعمل الروح. انا اصدق واقول يا رب زي ما ابونا بيقول الكلام ده ليه نخل بيقوله لنفسه. ويا رب خلي الكلمه بتاعت ابونا كمان تبقى ايه؟ قويه فيها فاعليه. مره قلت كل مره بقى فوز بعمل بصباعي كده في صبع واحد بيشاور على الناس بس في ايه؟ في ثلاثه الأربعة بيشاوروا على مين؟ عليا. إذا الكلام حلو كلام بيفرح دي كلمة ربنا بتفرح. طب إذا الكلام بيوجع دي كلمة الله التي تنقي. أنتم الآن إيه بقى؟ أنقياء بسبب طب أنا ما أتنقى ما أنا عايز في الآخر أتناول وأنا نضيف. أشكر ربنا وأشكر إيه؟ كلمته. يخلص الكلام ده المفروض الشعب يقول بالحقيقة نؤمن مش الناس جوه بيقول لنا ان صوفيتي ابروسكو من كيريسون كيريسون يعني يا جماعه اللي انتوا ماشيين دلوقتي ما تعملوش دوشه لان كانت الناس الموازين تمشي دلوقتي. زي ما قلت لك وعظه القداس تلهم القلب للي هيتناول اللي يدخل يتناول واللي هيمشي يروح عشان مش من حقه يتناول يقول ايه بقى؟ يا خساره يا ريتني. يمكن يوم الحد اللي فات كنا بنتكلم على الجامعه الاولانيه ازاي مسكت الاجساد وطلعت فيها الامام وطلعت انا حسيت انها فرصه ان انا اقول طب احنا اجسادنا بقى اللي بنتناول ونتمدش بما يقول لي اكيد الاجساد دي محميه. يمكن الكلمه دي تفرحنا ان احنا محميين وكمان تشوق قلب اي حد مش مجهول بما يقول ما بيتناولش ان هو كمان ايه؟ ان هو كمان يسعى ويجتهد انه يجي يتناول من جسد المسيح. والإلهنا المجد الدائم لأبدينا. احنا كده بنعمل وطالع رشاشنا كده بيقول لنا فيها ايه؟ انا بريء منكم اديني اتكلمت وعظت وقرينا وصلينا وعملنا ولفيت وسطين وخدت الاعترافات وخدت من اللحظه دي انا وانتم هنبتدي مرحله جديده في القداس اسمها قداس المؤمنين وهنطلع فيه للسماء فمش هينفع ان انا اتكلم معاكم
ولا اقول لكم تعليمات ولا تنبيهات ولا اي حاجه. كل الكلام اللي بينا هيبقى بيني وبينكم عن طريق الشماس. فانا ما عنديش استعداد ان انا اوبخ حد ولا اقول لحد اتناول ولا ما اتناولش. خلاص انا بريء منكم. بيعمل زي مين دلوقتي؟ زي بلاطس الرومي. بس بلاطس انا عارف ان المسيح بريء وفي النهايه ايه؟ ما حكمش بلاطس. ابونا في الحته دي بيعمل زي ان انا خلاص انا بريء من كل واحد فيكم. ويا رب يا رب يا رب كلكم تكونوا مستعدين ومستحقين لايه؟ للتعامل. اني كويشن، اي سؤال. انا كده خلصت. زي ما قلت لكم في كلام كتير انا ما قلتوش. يمكن نبقى نجمعه مثلا زي الصلوات السريه هنعملها مره واحده. بس انا مركز قوي ان انا اتفاعل ازاي وقت القداس. ما يهمنيش ان انتوا تبقوا دكاتره في اللاهوت ولا في الطقس، لكن يهمني قوي واحنا واقفين نصلي نتفاعل ايه؟ ازاي؟ لكن اللي عنده سؤال طقسي عايز يعرف فيه معلومه طقسيه من اجل اللي هو بيحب الدراسه يسال. بس انا الخط اللي واخده كده نفسي تفهمه اللي يخليكوا ايه؟ طول الوقت متفاعلين. اي حد عنده سؤال؟ هناخد المره الجايه ان شاء الله في اجتماع الاسر الجزء الثالث هنكمل على اللي احنا خدناه النهارده ده. نبتدي بقى بصلاه الصبح والانافوره وندخل بعد كده على التقديس. اذا قدرنا نوصل للاسم كمان هنشرح ازاي هو بيقسم البرنامج. طقسها جميل جدا عمرنا ما كنا واخدين بالنا منها من 10 سنين دول، لكن لما بنعرفها بتفرحها. فبنعمه ربنا احب اشوفك كلها. اتفضلوا صلوا.